للمزيد ينضم إلينا في الاستوديو رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا رائد. أهلا. رائد، الآن الذهب يتراجع للجلسة السادسة على التوالي، وهي أطول فترة تراجع منذ العام الماضي، منتصف العام الماضي. هل طبعا العوامل الضاغطة لتراجعه يبدو أنها مستمرة، هل سنرى تراجعات أكبر للذهب؟ يعني نحن كما تفضلت هي 6 جلسات متتالية من الانخفاض، وذلك نتيجة وجود يعني استثمارات أفضل بالنسبة للمستثمرين، على الرغم من أنه في مخاوف ركود، وعلى الرغم من أنه هناك ضعف بثقة الأعمال والمشاريع التجارية إجمالا. نحن لا ننسى أنه عندنا رفع لأسعار الفائدة مستمر، وبالتالي ذلك يؤثر على قوة الدولار الأمريكي ويجعله ملاذا آمنا بحد ذاته هو والسندات الأمريكية التي ترتفع عوائدها كذلك الأمر. وفي نفس الوقت عندنا نحن يعني عمليات جني أرباح كانت على أسواق الأسهم بعد مجموعة من الإعلانات الأرباح التي كانت جيدة نسبيا من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الاقتصادات العظمى، ذلك أيضا وجه الاستثمارات نحو الدولار الأمريكي في الوقت الراهن. ضغط ذلك الأمر على أسعار الذهب الاتجاه الهابط، وممكن فنيا نشوف مستويات قد تطال حتى 1680 دولار للأونصة قبل أن تبدأ موجة ارتفاع يعني في من تلك المستويات فنيا. نحن نتحدث ممكن تكون هذا السبب الارتفاعات في الفترة المستقبلية يعود إلى عودة تشديد السياسة النقدية بطريقة أقل حدة مما كان عليه 75 نقطة أساس في كل رفعة، مع أي يعني تخفيض في هذه الرفعات ممكن نوعا ما يتم ترجمتها بارتفاعات في أسعار الذهب، وهي يعني إن صح التعبير هي تراجع في الدولار الأمريكي الذي يحوم عند مستويات 109 تقريبا كمؤشر أمام سلم العملات، وحقيقة هو يعني سبب انخفاض كل الأدوات الاستثمارية أمامه. نعم. طيب بالمقابل رائد، يعني نرى تراجعات قوية لليورو، يبدو أنه يستمر أيضا، يعني تستمر هذه التراجعات بدعم بضغط أيضا من مخاوف نقص الإمدادات الطاقة وزيادة أسعار النفط، وهناك يعني نحن ندخل على فصل الشتاء، فما المتوقع؟ من المتوقع بشكل كبير جدا أن يبقى اليورو تحت الضغط دون مستويات التكافؤ، وذلك نظرا للأفاق السلبية التي تحيط بالاقتصاد الأوروبي. اليوم كان لدينا جولة من قراءات البي ام ايز او مؤشرات مديري المشتريات، والتي نقف فيها عن مستوى التعافي فوق 50، يعني هناك توسع في القطاعات دون 50، يعني هناك انكماش. معظم القراءات من فرنسا، من المانيا ومن اوروبا ككل كانت القراءات دون مستويات ال 50، اي يوجد انكماش في قطاع الصناعات التحويليه وقطاع الخدمات كذلك الامر. هذا يعطينا ايحاء عام انه هناك ضغط على المنطقه الاوروبيه، وبالتالي على البنك المركزي الأوروبي أن يبقي على سياسات تحفيزية ولا يستطيع أن يغامر برفعات أكثر في أسعار الفائدة على الرغم من التضخم المرتفع، وذلك حتى لا يعيق عملية النمو الاقتصادي أو لا يخنق الأعمال التجارية بتكاليف إقراض عالية إضافة إلى تكاليف أخرى مرتفعة إجمالا. بالتالي هذا يبقي على يورو منخفض لتسهيل أداء الاقتصاد الأوروبي حتى يتمكن من الخروج من الأزمة، خصوصا أنه مثل ما تفضلت مقبلين إلى الشتاء ويوجد طلب على الوقود، وممكن يسبب ذلك ارتفاع في التكاليف، وهذا يسبب إجمالا ضغط طلب على النفط ممكن يرجعه للارتفاعات. ضغط التكاليف يعيق النمو، يعيق الأعمال التجارية، ويسبب مزيد من الضغط على مستويات التضخم، وهنا يحتاج الاقتصاد الأوروبي إلى الإبقاء على السياسة نوعا ما محفزة دون أن يكون هناك رفعات في أسعار الفائدة. ونحن إذا شهدنا السندات الألمانية بالمقارنة مع السندات الأمريكية نشهد عوائد السندات الأمريكية أعلى، ويوجد نزيف للأموال إلى الولايات المتحدة الأمريكية. طيب هل تتوقع أي سياسة مختلفة للبنوك المركزية العالمية في حال الآن دخلت موضوع أسعار النفط وتخفيض الإنتاج القادم وسنرى زيادة؟ بلا شك نحن عم ننتظر جاكسون هول، وهو اجتماع للبنوك المركزية سوف يكون يوم الجمعة، وننتظر أنه كلمات أكثر وضوحا بشأن
مستويات التضخم ونوايا البنوك المركزية. أعتقد الرسالة أصبحت نوعا ما واضحة، البنوك المركزية الفيدرالي الأمريكي سيستمر بتشديد السياسة النقدية، وسمعنا ذلك على بعض الأعضاء داخل الفيدرالي في خطاباتهم الأسبوع الماضي. نعم. أظهروا أنه ستستمر رفعات أسعار الفائدة، ولكن الأهم أنه لا يكون هناك شدة في رفعات أسعار الفائدة، يعني ما نشوف 75 نقطة أساس وما إلى ذلك. شكرا لك رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. شكرا لك.